where to go. I'm feeling like Mike Shinoda. I'm thinking about the days when I used to know ya, but things change as we got older. Growing up together, but we just grew colder. الجزائري امير سعيود على موعد وجها لوجه مع الحارس هيثم جمال. كل يترقب. امير يسدد امير, ولكن سقوط امير على ارضية الملعب. وهنا امير يحصل على انذار اصفر, وضاعت فرصة احراز الهدف الخامس. انها لقطة طريفة بالتأكيد. سدد الكرة وحكم المباراة اعتبرها انها سددت ونفذت, وتصدى لها الحارس هيثم جمال. Tell me how we got so far, standing in the middle.